الكريم إبراهيم التاقي، رئيس سابقا وعضو حاليا من جامعة إسلي وعضو مجلس عمالة وجدة أنقاد. المشكل تحت السوق تبنى سنة 1980، تعطات الانطلاقة من طرف وزير الفلاحة السعدي الرئيس السابق ووزير الطاقة آنذاك 1979. فاش تبنى هذا السوق انا لم اكن لا ناخبا ولا منتخبا، لا علاقه لي بالمشروع آنذاك. سنه 1992 تم التقسيم الاداري الجديد، هذا التقسيم الاداري الجديد انبثقت منه جماعه اسلي. اثناء تسليم السلطات سلموا السوق لجماعه اسلي بدون نزاع بجميع مرافقه وعده مرافق اخرى، عده نقاط. مع هذا تفاجؤوا سنة 1997 بعقد دورة استثنائية بعد الانتخابات، لأنه كان أعطى بعض الوعود، وهذه الدورة أشرفت تم التصويت عليها بالأغلبية 7 مقابل 5 بالتخلي عن السوق، إلا أنه التخلي لم يؤشر عليه من وزارة الداخلية. سنة 2012 قام هذا الرئيس بدورة استثنائية فيها دخل جميع تحفيظ الممتلكات وإلغاء المقرر السابق ديال 97. ومن بعدها سنة 2023 عرض أثناء ولاية هذا الرئاسة قام بدورة في فبراير ودرج في جدول الأعمال هذا النقطة بأن التخلي عن السوق. هناك تناقض، هذا التناقض بغينا نعرفوا كيفاش. السوق تأبنته مديرية الفلاحة وسلمته لجامعة النعيمة، وجامعة النعيمة سلمته لجامعة إسلي بدون نزاع، إلا أنه نتفاجأ بهذا القرار متخذ ولكن لم يعطي نتيجة إيجابية، إلا أنه رفض هذا المقرر من طرف وزارة الداخلية. ونشكر السيد الوالي اللي تبع على هذه النقطة باهتمام ورفض هذه النقطة، لأنه تعد ممتلكات للجماعة ومجموعة ديال والدولة صرفت مصاريف كثيرة على هذا المشروع. لهذا نطالب هذا السيد اللي جا كيشكي بيا، أنا لا علاقة لي بالمشروع، أنا ما ديت له أرض، ما ديت له لا هذه ولا هذه، ما عرفناش هذا المشكل فين كاين، أشنو ينتظر مرايا. إلا كانت شكاية يمشي للمحكمة الإدارية، لأنه هذا مشروع ما بين مشروع ديال الجماعة، إلا كان عنده شي حق يمشي للمحكمة الإدارية، والمحكمة الإدارية هي اللي كتفصل ما بين الإدارة والمواطن. وأقول ما يدعى به ضدي هذا الشخص أنا لا علاقة لي به، فلهذا أطلب من الجهات المختصة الوقوف على عين المكان والاطلاع على الأهمية ديال المشروع. هذا مشروع ممتاز.